بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم البيت الكبير، بيت كل الأهلوية وبيت كل الناس. عندي كلام كتير جدا هتكلم فيه مع حضراتكم النهاردة. امبارح انتهت مباراة الأهلي والزمالك بالتعادل الإيجابي ما بين الفريقين، هدفين لكل فريق. أقيمت الأفراح وعلقت المزاين من امبارح للنهاردة، أفراح كتير والناس كلها معلقة الزينة زي ما بنعمل زمان في الأفراح. معرفش ليه، الحقيقة كل واحد من حقه أنه يفرح أنه هو تعادل أو أن النادي الأهلي يتعادل معاه، لكن في النهاية أنا شخصيا أنا هتكلم عن النادي بتاعي، هتكلم عن النادي الأهلي، النادي اللي أنا بحبه، النادي اللي أنا عارفه، النادي اللي أنا ما بتكلم عنه بتكلم عنه علشان جمهوره كله، جمهوره كله بيزعل من التعادل، جمهوره كله زعلان من اللاعبين، او معظم الجمهور زعلان من اللاعبين. وخلينا اكون صريح مع حضراتكم النهارده، وهكون صريح بالفعل في كل الكلام. تخيل حضرتك لما اتنين بيلعبوا ملاكمه، لما طول ما انت ايدك فوق كده بتبقى يعني ايه الخصم او المنافس اللي قدامك بيحمي نفسه، لكن تخيل بقى لو المنافس اللي قدامك منزل ايده انت ممكن تعمل فيه ايه. تخيل ان انت افضل في كل شيء، تخيل ان انت افضل في كل شيء خصوصا في الشوط الاول، على الرغم من ان انا برضو الشوط الثاني، خلينا نتكلم على الشوط الاول. الشوط الاول النادي الاهلي افضل في كل شيء، قبل المباراه النادي الاهلي افضل في كل شيء، وبالتالي عندما يتعادل نادي الزمالك او النادي الاهلي يتعادل مع نادي الزمالك بهدفين لكل فريق، وكان ممكن نادي الزمالك يكسب في اخر المباراه بالكره اللي عملها امام عاشور وجت في العارضه، وكانت هتبقى النتيجه 3-2، وكانت هتبقى الافراح اكتر من كده بكتير بقى. يعني انا دلوقتي بيتهيألي ان لما بتيجي تسال نتيجه المباراه اي حد يقول لك ايه، اي حد ما بيشجعش الاهلي يقول لك ايه، احنا كسبنا الاهلي 2-2. والله بجد انا مش بهزر، من كتر ما انا شايف. اوكي انا ماليش علاقه بمين فرحان ومين زعلان، دي حاجه تخص اي حد هو فرحان، لكن في النهايه لما اتكلم على ماتش او لما اتكلم على مباراه انا هتكلم على فريقي، انا هتكلم على فريقي وهتكلم على الفريق اللي انا بحبه، الفريق اللي انا بتكلم عنه. حضراتكم انا بحب محمد شريف جدا، بحب مجدي قفشه جدا، بحب محمد الشناوي جدا، بحب ياسر ابراهيم جدا، بحب علي معلول جدا، انا بجيبهم بالاسماء اهو، بحب محمد هاني جدا، بحب كل الناس جدا جدا. وانا بتكلم زي ما بقول لحضراتكم بعد ما اللي سمعته كله من جمهور النادي الاهلي خلال اليومين او بعد المباراه امبارح لغايه دلوقتي. جمهور النادي الاهلي زعلان، زعلان منكم ومتضايق، لانه زي ما قلت لما تخش وتلاقي منافس منزل ايده، خصوصا لما يبقى منافس كبير زي نادي الزمالك، نادي الزمالك نادي كبير، فلما يبقى نادي كبير وانا نازل العبه والنادي الزمالك منزل ايده وبيقول لي تعالى اكسبني الشوط الاول، اعتقد ان انا لو ما كسبتش واحد واثنين وثلاثه واربعه وخمسه استحق اللي بيحصل فيا، استحق ان كل واحد يطلع يتكلم براحته ويقول له. كل واحد طبعا حر، انا ما بحجرش على راي حد، ولكن انا بتكلم من وجهه نظري.